الفلسطيني يقول ذلك. يا رب لست أنا الذي أقول، المواطن الفلسطيني هو الذي يقول. المواطن الفلسطيني الذي يتسلح بالعقيدة والإيمان والإرادة يقول أنه باق على أرضه، لن يغادر أرضه. وإذا إسرائيل اجتاحت رفح، ماذا سيترتب عن ذلك؟ أنت تتحدث عن مليون مواطن فلسطيني، إسرائيل تمنحهم من العودة إلى بيوتهم ومنازلهم في الشمال الآن، وهناك حوالي 250 إلى 300 ألف مواطن فلسطيني من سكان رفح أصلاً. ماذا سيكون مصيرهم؟ هل سيواجهون مصير 36 ألف شهيد لحتى الآن، 80 ألف جريح وعشرة ألاف مفقود تحت أكوام الرقام؟ هل سيكون مصير هؤلاء مثل أولئك الذين استشهدوا وجرحوا وأصيبوا ودفنوا تحت الأنقاض وفي المقابر الجماعية التي اكتشفناها في المستشفيات، سواء في خان يونس أو في دار الشفاء الطبي في قطاع غزة، أو حتى في مستشفيات العودة وكمال عدوان في شمال قطاع غزة؟ جرائم بشعة ارتكبت، كانوا يقتلون الناس ويدفنونهم في مقابر جماعية، تحللت الجثمين وتعفنت، وبالكاد لا أحد يستطيع أن يتعرف على ابنه أو قريبه، أو أم تعرفت على ابنها الذي تحللت جثته أو جثمانه تحلل من سترته، من الجاكيت الذي كان يلبسه، فقط بقايا ما تبقى من الجاكيت. ولذلك هناك الكثير من الشهداء دفنوا في مقابر جماعية باعتبار أنه مجهولي الهوية، غير معروفين.